أكبر حاجة بتتعب الإنسان في حياته إنه بيستقل عن الله ويعتمد على نفسه في تسيير أموره. إنسان يستقل عن الله يبتعد عنه يعتمد على نفسه في تسيير أموره، يقوده عقله أو تقوده إرادته دون أن يترك لله فرصة أن يقوده. وفي إنسان يترك لربنا فرصة يقوده في بعض الأمور ولكن ليس في كل أمر، أو في كل أمر ولكن ليس في عمق وليس في ثقة. حياة التسليم هي أن تترك كل أمورك لله الكل، تترك كل أمورك لله يدبرها دون أن تقحم إرادتك الخاصة وأساليبك الخاصة في تصرف ربنا. دي عايزة ثقة وعايزة حب وعايز إيمان بالله وحسن تصريفه للأمور، وعايز خبرة. واحد يكون اختبر ربنا وجربه ويقول أنا مادام سبت الموضوع ده لربنا أنا واثق إن ربنا بيشتغل. بيشتغل إزاي؟ ما يهمنيش. هيشتغل امتى ما يهمنيش، لكن كل اللي يهمني ان ربنا بيشتغل. ده اللي انا عايزه. انا اتصور الناس اللي دخلوا جوه البحر الاحمر ومشوا فيه مفيش شك كانوا مسلمين حياتهم لربنا. مين يقدر يمشي جوه البحر والمية عن يمينه والمية عن شماله إلا لو كان في عمق حياة التسليم؟ إلا لو كان في عمق حياة التسليم لا يخاف من المية اللي عمود على يمين ولا يخاف من المية اللي عمود على الشمال، وماشي جوه البحر بعرضه الطويل في تسليم، في ثقة، في إيمان. أنا لو عندي حياة تسليم أروح رامي نفسي في إيدين ربنا وأقول له أنت هتشق طريق في البحر وأنا همشي جوه الأمواج والمية عن يمين وعن يسار ومش هيهمني. شاعر بأنك أنت ساند المية ومسكها، لا هتقدر تفلفص من إيديك ولا تقدر تتزحزح ولا تروح ولا تيجي. حياة التسليم هي هذه الحياة التي نرى فيها الله قائما أمامنا في كل مشكلة، يشق طريق في البحر ويسمح أن نمشي فيه كما نمشي في اليابسة. حياة التسليم حياة الإنسان الذي اختبر أن يسير تحت السحابة. السحابة بتقوده وماشي هو تحتيه، والله قاد الناس بالسحابة في وقت من الأوقات. إذا شعرت أن السحابة قد بدأت تظلل على الخيمة وأن تابوت العهد يتحرك أمامك وأن الكروب الذي هو ملء المعرفة يقودك في الطريق، حينئذ اطمئن وسير تحت السحابة بلا خوف. دي حياة التسليم. آدم لم يعش في حياة التسليم لأنه اعتمد على فكره وعلى إرادته وعلى رغبته وعلى مراته، لكن ما اعتمدش على ربنا.
طول ما ربنا كان بيقوده كان ماشي صح. لما تولى قيادة نفسه أو ترك لأحد من الناس أن يقوده حينئذ تعب، أو ترك للحية أنها تقوده، أو ترك لشجرة المعرفة أن تقوده، أخذ قيادة بعيدة عن قيادة ربنا. وده الخطأ الأول لآدم، إنه لم يعش في حياة التسليم، إنما ترك نفسه لقيادة أخرى. عكس كده نوح رمى نفسه في الفلك وساب الفلك لربنا، موجة تشيله وموجة تحطه ومية تقذفه في اتجاه معين، هو سايب نفسه في ايد ربنا. واحد سأل وقال كام واحد كانوا موجودين في الفلك، فقيل له في الفلك كان ثمانية في الفلك، نوح ومراته والتلات عيال وزوجته، ثلاثة وثلاثة ستة، ونوح ومراته وثمانية. فقال لهم لا، الذي كان في الفلك تسعة مش ثمانية، كان هناك الرب يمسك بدفة الفلك ويقودها في هذا الغمر العظيم. كان هذا التاسع غير المرئي، كان موجودا في الفلك يمسك الدفة ويقودها في الغمر العظيم. واستسلم نوح لقيادة هذا التاسع ونجح الفلك بحياة التسليم. خش يا نوح جوا الفلك، معاه جواه كل الوحوش وكل الدبابات، كل الوحوش وكل ما يزف على الأرض يعيشوا معاه، وانت جوا ومقفول عليك ومش عارف المية هتوصلك لحد فين في هذا الطوفان العظيم. ما دام هذا التاسع معي داخل الفلك فأنا مطمئن في عشرة الوحوش، ومطمئن في هذا الغمر العظيم. يكفي أنه يمسك الدفة بيديه، هذه حياة التسليم. غلطة شاول الملك أيام صموئيل أنه استقل عن الله، ابتدى يعتمد على سياسته الخاصة وتدبيره الخاص، عشان كده فشل شاول. وغلطة يونان النبي أنه استقل عن الله ومشي بإرادته الخاصة وبتفكيره وبرغبته ولم يعتمد على ربنا، دول ضاعوا. الشخص اللي عايز ينجح في حياته يدخل في حياة التسليم، يدخل في حياة التسليم. زي ما أفتكر مرة كتبت في مذكرات راهب، متى يا رب أضع نفسي في يديك وأنساها هناك، حيثما تسيرني أسير وكيفما تصيرني أصير. أنا ماشي في إيديك، دي حياة التسليم. أما يعني نقشتهم في كفي، كلمة نقشتهم في كفي يعني إيه؟ يعني جم جوه كفي، دخلوا جوه كفي وقالوا ندخل في كفك وكفى، كفاية إن إحنا جوه كفي ومبسوطين بنا، تنقشنا على كفك تغرسنا في إيدك إحنا موجودين. وهكذا كان الملائكة السبعة في يده اليمنى، هو بيمشي إيده بيحرك إيده كما يشاء، بيتحرك وهم في إيده. إمتى تقول له يا رب أنا في إيدك، أنا في يدك اليمنى، أنا في كفك، تفعل معي كما تشاء.
لكن مخي، عقلي، رغباتي، أفكاري، إرادتي، سياستي، تدبيري، شخصيتي، كله كويس، لكن ما تبقاش في كف الله، تبقى بتدبر بطريقة بشرية هي طريقتك أنت. طب أنا يا رب هنسى كل دول وأفتكرك وأحط إيدي في حياتك وأنسى حياتي وأفتكر إيدك، يدك التي صنعت قوة، يدك التي ثقبت من أجلي بالمسامير، زي الحملان مع الراعي، زي الحملان مع الراعي. الحملان في حياة التسليم يقول لهم شرقوا شرقوا غربوا غربوا، وهم مطمئنين إلى محبة الراعي وإلى حسن قيادته وإلى حسن تدبيره. نحن حملان يا رب في رعيتك، خذنا كما تشاء حيث قادني أسير، وأنا واثق إنه سيقودني إلى المراعي الخضراء وإلى ينابيع الماء الحلو. أنا متأكد من قيادة ربنا ومن حسن تدبيره ومن محبته ومن عشرته السابقة ومن مواعيده، إن الواحد يسلم نفسه في إيده ويطمئن. ربنا بيعرف شغله كويس. من كان للرب مشيرا؟ انت هتشاور على ربنا؟ تديله نصايح من ذكائك؟ انت يا رب هتدبر وانا واثق من تدبير. يكفي انني وضعت نفسي في يديك، عندي مشكلة قدمتها ليك، صمت من اجلها، صليت، سلمتها في ايدك، واثق من ايدك، وعارف انك انت هتشتغل ازاي انا معرفش، هتشتغل امتى انا معرفش، لكن اللي اعرفه ومتأكد منه انك هتشتغل، وسأرى عملك الان او بعد حين، ده امر واثق منه واراه تماما بالايمان باليقين بالثقة بالحب بالعشرة بالخبرة السابقة بكل هؤلاء جميعا. لما بطرس الرسول مشي على المية مع المسيح، مشي ازاي؟ بحياة التسليم. لو لحياة التسليم ما كانش خط ابدا ولا خطوة واحدة، يقول له تعالى اركب فوق المية، امشي فيها كده، اركب وامشي، حاجة مش معقولة. أمشي إزاي؟ أمشي بحياة التسليم بالثقة. أنا واثق إن أنا لما أمشي على المية مع ربنا مش يجرى لحاجة، هسلم إيدي ليه وأفضل ماشي على المية. الناس يقولون المية اللي تحت رجليك دي هتحتملك إزاي، الجاذبية الأرضية ولا الجاذبية اللي مش عارف إيه؟ يا عم أنا ملياش دخل، أنا ليا إن إيدي في إيد المسيح وهمشي على المية. دي حياة التسليم، دي حياة التسليم اللي لما الإنسان يسلك فيها يعيش مطمئنا إلى قيادة الله وإلى حب الله، ويضمن إن لابد النتيجة تكون سليم. إبراهيم أب الآباء، ربنا قال له اسمع يا إبراهيم، اخرج من أرضك، من عشيرتك، من بيت أبيك، من وطنك، واذهب في الأرض التي أريك إياها. فين دي يا رب؟ أنت لا تعرف الآن لكنك ستعرف بعد حين. تمشي وبس، نمشي وبس، يعني جات من دي
وخرج إبراهيم من أهله ومن عشيرته ومن بيت أبيه، وذهب إلى الجبل الذي يريه الرب إياه. لم يدرس الرسول لما بيعلق على الموضوع ده، بيقول خرج وهو لا يعلم إلى أين يذهب. هو مش عارف، هو مش عارف، لكن كل الذي يعرفه إن الله الذي يقوده موضع ثقة. خلاص أنا هسلمه بس. وترك الأهل وترك الأقارب الوطن وذهب وهو لا يعلم إلى أين يذهب، لكنها الثقة. حياتنا دي هي حياة الثقة في الله. إن كان الله الذي نعبده هو الله بالحقيقة فلنثق به ولا نشك، ونرمي نفسنا وإحنا مطمئنين، مطمئنين إلى القيادة الإلهية التي تدبر حسنا. ده الاطمئنان. في مرة إبراهيم شك في بعض أوقات، ربنا قال له بسارة يدعى لك نسل وهيجي لك عيل من سارة، وأباركه وبنسله تتبارك جميع قبائل الأرض. وسارة ابتدت تكبر وابتدت تعجز وابتدت تشيخ وما بقتش من النوع اللي يجيب عيال. ايه يا رب الحكاية دي؟ هنفضل في حياة التسليم لامتى؟ وهو فضلنا في التسليم معاك لغاية لما الست كركبت وما بقتش تجيب عيال ابدا. طب ايه رأيك ناخد لنا صار ناخد هاجر ونجيب منها عيال؟ وخد هاجر وجاب منها عيال. ربنا قال له بقول لك صار هي دي بعد ما خلاص ما بقتش هي ده. خليك في حياة التسليم، ما تفكرش بمخك، سيبك من حكمتك. هذه الحكمة الهاجرية لابد أن تهجرها لكي تعيش معي عيشة سليمة. أهجر حكمتك. وبعدين بسارة تدعى لك نسل. سارة دي أخرى، ربنا قال في العام القادم هيكون عندك عيل، فافتكرتها نكتة فضحكت. فربنا قال يعني سارة بتضحك؟ قالت له ما ضحكتش. قال لها لا ضحكت، انت فاكراها نكتة؟ اليوم الجاي ده هو في موعد الحياة في العام المقدم هجيله، وتكون شايلة عين بيوقع على دراعه. وفعلا نحن في حياة التسليم لابد أن نثق بالرب وبعمله مهما كانت الظروف الخارجية، مهما كانت الظروف الخارجية. الله هو الله، عمله هو عمله، وعوده هي وعوده. هيشتغل ازاي؟ نسيبها له هو. زي واحد راح مقدم طلب لوزير من اصدقائه، قال له هحطك في وظيفة. يجي تاني الصبح يضرب له تليفون يقول له عملت ايه في الطلب؟ ما قلت لك هحط. يجي الظهر يضرب له، قال له مش حكاية. بعدين يبعت له واحد يزور، ما تجيش الحكاية كده. انت طلبك استجاب فيما أنت تدعو. مجرد وانت بترفع نظرك لفوق بيكون الطلب استجيب، مجرد بتفتح فمك بالطلبة بيكون طلبك استجيب، لأن هو قال اطلبوا تجد، اقرعوا وافتح لك. خلاص اتفتح ووجد الطلب. وبعدين ربنا الذي اختبرناه زمانا طويلا نسلمه الأمور ونضمن تماما أنه يعمل. لما آبائنا راحوا يشتغلوا في الكرازة، راحوا بلاد لا يعرفوا لغتها ولا يعرفوا فيها حد، ولا لهم فيها كنائس ولا لهم فيها شعب،
بلاد غريبة عنهم في كل شيء، غريبة من ناحية جغرافية، وغريبة من ناحية اللغة، وغريبة من ناحية الشعب، لا يعرفون فيها أحد، لكنهم ذهبوا بحياة التسليم، عارفين أن ربنا سيقود الكرازة في هذا المكان. إزاي؟ ده أمر ما يهمهمش. ده قصة الكرازة في البلاد اللي ذهب إليها أبائنا الرسل، قصص إيمان عجيبة، قصص حياة تسليم. واحد بيرمي نفسه في إيد ربنا في أرض غريبة، مع ناس غرباء، مع لغة غريبة، مع عادات غريبة، ويثق إن الله سيدبر الأمر في الجو كله. آباؤنا السواح بنفس حياة التسليم عاشوا مع الرب بنفس حياة التسليم. بولس الرسول بيقول تائهين في البراري والقفار. اللي تايه ده مش عارف هو فين، مش عارف رايح فين. كان الإنسان بيخرج ويمشي في الجبل في البرية، جبل يشيله، جبل يحطه، برية تشيله، برية تحطه، لغاية لما يوجد في مكان لا يعرف أين هو، ولا يعرف كيف يرجع إلى موضعه الأصل. ويطمئن بحياة التسليم إن الله سيقوده وسيرعاه وسيعتني به في هذا القفر العظيم. أنبا بولا ده اللي كان الغراب بيجيب له نص خبزة كل يوم، كان عايش إزاي؟ كان عايش بحياة التسليم. وأنبا أنطونيوس لما ذهب لكي يزور أنبا بولا سار في الرحلة أيضا بحياة التسليم. لما نفقد حياة التسليم ونعتمد على أزرعة بشرية، ربنا يقول لا، صححوا المسيرة بتاعتكم، انتوا غلطتوا في السك. مرة القديس مكاريوس الإسكندراني ذهب في رحلة، وهو ماشي في الطريق جاله هاتف داخلي حرب انه جايز يتوه في السكة، جايز يتوه ايه في السكة. فعمل حزمة بوس كده حطب، وكل ما يمشي كذا كيلو ولا حاجة يحط حطباية على اعتبار لو تاه يرجع عليه. وفضل ماشي كام يوم بالشكل ده لغاية لما تعب نام. فلما نام الشيطان راح جمع له البوس كله وحزمه له وحطه له تحت راسه. فصحي لقى البوس تحت راسه، وعرف طبعا الحرب اللي وقع فيه، وجاله صوت إلهي: إن كنت تؤمن بالله الذي قاد الشعب 40 سنة في البرية فامشي تحت قيادة ربنا، إن كنت تؤمن بالبوس هذا البوس تحت راسك. فاعترف بخطيئته أمام الرب، ولم يعد يعتمد على حكمة بشرية اختلقها لنفسه لكي تقوده في الطريق. أنت يا رب الذي تقود، والإنسان الروحي يثق بالقيادة بتاعتك ولا يثق بالبوس اللي كان مع مكاريوس الإسكندراني. ربنا له قيادات العجيبة لأولاده. لما نقرأ عن يوحنا المعمدان في تاريخه إن ملاك خطفه في طفولته ووداه البرية. إيه ملاك خطفه في طفولته ووداه البرية؟ نوع من أنواع قيادات الله للناس.
في لبث الشماس الذي بشر الخص الحبشي أخذه روح الرب فوجد في إجدود نوع من أنواع قيادات الله العجيبة اللي بتقود أولاده. في مرة القديس مكاريوس وهو ماشي في البرية بعيدا عن الجبل كان تعب جدا جدا من المشي ومش قادر، وفين البرية لسه بدري، وبعدين بص لربنا كده وقال له: أنت تعلم يا رب أنه ما بقيت في قوة، أنت تعلم يا رب أنه ما بقيت في قوة. بيقول البستان: فلما قال هذا وجد نفسه في الإسقيط. روح الرب الذي قاد أولاده كثيرا وحملهم على السحابات أو على الرياح وصنع معهم قوة، وكانت خطواتهم بإرشاده، هو هذا الذي يؤمن به كل إنسان روحي في قيادته، والذي تؤمن به الكنيسة في قيادته. في كلمة جميلة قالها أرميا النبي، قال إيه؟ قال له: عرفت يا رب أنه ليس للإنسان طريقه، ليس لإنسان يمشي أن يهدي خطواته. مين اللي بيهدي الخطوات؟ هو ربنا. تضع إيدك في إيد ربنا وتتركه يقودك بحكمته الإلهية. كل ما هو مطلوب منك أن تؤمن بهذه القيادة، أن تؤمن بهذه المحبة، وأن تعيش في ثقة، تعيش في ثقة زي ما بولس الرسول بيقول: إني متيقن، أنا واثق. تشعر بثقة، بثقة في عمل الرب. اللي بيرموا نفسهم في ايدين ربنا كل مرة يرموا نفسهم في ايد ربنا بياخدوا نتيجة وبيصلوا الى ثقة، وبعدين يعيشوا في حياة الاختبار، وحياة الاختبار بتزودهم في حياة التسليم وتثبتهم في حياة التسليم وتعطيهم ثقة اكثر وتعطيهم يقينا أكثر، وبالثقة الأكثر يرموا نفسهم في إيد ربنا أكثر، وبعدين ياخدوا اختبار جديد. وهكذا حياة التسليم تقود إلى حياة الاختبار، وحياة الاختبار تقود إلى الإيمان والثقة، والإيمان والثقة يؤدي إلى حياة التسليم، وحياة التسليم تمشي في نفس الدايرة على طول. ربنا ده عجيب جدا، عجيب جدا في قيادته للناس. قال لي يعقوب أب الآب، قال له: أنا معك حيثما تذهب، أنا معك حيثما تذهب وأردك إلى هذه الأرض. بس كفاية، بس كفاية. الواحد يبتدي في الطريق وربنا يقول له: أنا معك، ما دام معايا خلاص، ما دام معايا ده أنا هقص جوه الصخر وأحفر فيه سجن، ما دام أنت موجود وأنا واثق، وبالتسليم هخش جوه الصخر، وبالتسليم هرمي نفسي في وش بين ضفتي الماء في البحر الأحمر، وبالتسليم همشي معاك فوق المية زي بطرس، وبالتسليم همشي تحت السحابة زي موسى. ومبسوط ما دام معك حيثما تذهب، خلص أنا ماشي في حياة التسليم. واللي ماشي في حياة التسليم ما يقولش بكرة يجرى إيه، ده بكرة ده بتاع ربنا، أنا بتاع الدقيقة اللي أنا فيها دي.
بيقول لا تهتموا بما للغد يكفي اليوم شره. الغد يهتم بما لنفسه، إله الغد هو اللي يهتم، لكن اللي معايا هي الدقيقة اللي أنا فيها النهاردة. يحصل إيه بكرة ده معرفوش، ده بكرة ده بتاع ربنا، لكن إحنا نمشي بحياة التسليم، وبحياة التسليم الله يقودنا خطوة خطوة، يقودنا في موكب نصرته كما قال الكتاب. دي طريقة ربنا. يعني ناس كتير جربوا الله كراعي، جربوا الله كأب، جرب ربنا كقائد، جرب ربنا كقائد، كقائد سلموا نفسه تسليم كامل، سلموا أمورك، إلقي على الرب همك وهو يعولك، هو يعتني بيك، لكن أنت تلقي همك، لكن تفضل شايل همك وماشي بيه وتقول الهم كسر ظهري، كسر ظهرك عشان ما رميتوش على ربنا. بيقول لك تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحك. إلقي همك عليه وسلم لي هذا الهم. ربنا يعني اللي شال هموم الناس من أول هم آدم وهم حواء لحد دلوقتي مش يقدر على همك بتاع القرن العشرين؟ بسيطة، ربنا هو حمال الهموم كلها. يقول لك يا ابني دي لا هتزود ولا هتنقص، حط بس، حط وانا هشيلها. الله مش بس حامل خطايانا، ده حامل همومنا. مش بس حامل خطايانا، حامل همومنا. في انسان يعيش في الكنيسه مضطرب، يا ترى ايه والكنيسه يجرى لها ايه ومستقبل الكنيسه ايه؟ فبدل ما ربنا يحمل همه هو بيحمل هم ربنا، مش جايب هموم ربنا كلها حاططها فوق راسه. ليه يا حبيبي؟ وانت يعني انت اللي هتشيل لربنا ولا ربنا اللي هيشيلك؟ ربنا هو اللي هيشيلك مش انت اللي هتشيل. هات همومك كلها وحطها على ربنا وعيش فرحان ومبسوط بالرب، وربنا يقودك في مراعي خد ويوصلك توصيل مزبوط. كويس ان الناس يدخلوا في حياة الايمان ويجربوا ربنا، يختبروا ربنا، يبتدوا يعشروه، يبتدوا يشوفوه، وبعد شوية الواحد منكم يقعد مع اولاده ومع احفاده ويقول لهم فاكرين يا اولاد ده ربنا ده لطيف خالص وحلو، ده مرة حصل معايا ومعاه كذا، ومرة حصل معايا ومعاه كذا، ومرة ومرة ومرة، ويخرج من كنزه جددا وعتقاء يحكي على أعمال الله التي لا تنتهي. أنا باستمرار أقول للناس إننا لا نعبد الله الذي تكتب عنه الكتب، إنما نعبد الله الذي اختبرناه وعشنا معاه. ولما اختبرناه وعشنا معاه وجدنا فيه أكتر من اللي في الكتب اللي بيقولوه. ربنا بتاعنا هو الله بتاع الاختبار اللي بنعيش بيه وبنعيش معاه كل يوم وبنشوفه أمام الناس. وربنا باستمرار لا يتخلى عن أولاده إطلاقا. فدي لا، فدي لا، بيقول لك أبي وأمي قد تركاني أما الرب فيضمني. يقول لك دفعت الأثر والرب عضدني. ده ربنا ده عجيب، ربنا ده عجيب. ده احنا كل ما بندوق حلاوة ربنا وعمله معانا بنقول للناس انتوا مساكين اللي ما تعرفوش ربنا زي ما احنا بنعرف، تعالوا خشوا وجربوا، ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب، ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب. ربنا ده عجيب، صدقوني عجيب. يعني ليه أسماء كتير، لكن أنا عجبني اسم عجيب ده، ربنا عجيب.
عجيب في عمله وعجيب في تدبيره وعجيب في شغله وعجيب في وعوده وعجيب في كلامه، عجيب في كل شيء. وكل من يعاشر الرب يرى عجبا، يرى عجبا في أعمال الله. المهم انك انت في حياتك باستمرار تكون لك الثقة بالرب الذي تؤمن به تماما، وتؤمن بحكمته، وتؤمن بمحبته. زي ولد ماشي في السكة وسكة كلها ترميات وأتوبيسات وعربيات، في مدنبة بالحديد ولا في حتة ولا مدن التحرير في كل حتة زي ده، ومدام ايده في ايد ابوه ولا همه، تلاقيه قاعد يتفرج على الصور والقطار ولا همه الاتوبيسات ولا العربيات دي. ليه؟ في حياة التسليم، مدام ايدي سلمتها لهذا الاب الحنون ولا يهمني. تقول له العربيات، يقول لك العربيات تقدر على ابوه. ابوه ده ابو العربيات كلها. عنده التسليم وعنده الثقة، عنده التسليم وعنده الثقة. زي ولد فوق كتف أمه، وفاكر مدام أمه هتمشيه بس كده. لا يمكن أبدا، لا يمكن أبدا يطلب بديلا عن هذا الكتف. ولو جابونه ده، لو قالوا له الامبراطوره هتيجي وتشيلك على الكتف، مش ممكن، هي كتف امه. هو ده احسن من اي كتف ملكه ولا امبراطوره ولا قائده ولا مش ممكن. هو مبسوط وواثق ان كتف امه احن مكان يستند عليه واحسن مكان يقوده الى حياه السعاده. بس ده هذا الطفل بيعيش في حياة التسليم. يا ليتنا في حياتنا الروحية نرجع إلى حياة الطفولة الروحية، إلى الطفولة الروحية. القديسين مش بيقولوا لك تصغر وتبقى زي الطفل، بيقولوا لك تكبر 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 لغاية لما تبقى زي الطفل في إيمانه، في محبته، في ثقته. في ناس مراهقين في الروحيات، يسأل ويجادل ويتناقش ويتخانق. لا 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 لا، ارجع طفل زي ما كنت. إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأطفال لا يمكن تدخلوا ملكوت الله. هذا الطفل في ثقته، في محبته، في تسليمه، مدام سلم إيده لأبوه، مدام سلم جسمه لكتف أمه، خلاص مبسوط ومستريح ولا يقبل المناقشة. واحد يقول له اسمع امك دي انت مش عارفها، انا عارفها كويس. يقول له ولا صدقك ولا يقبل المناقشة، حتى ما يرضاش مش موضوع. فهو مدام مستريح خلاص يقولوا زي ما يقولوا، لكن انا مبسوط. عيشوا مبسوطين بالشكل ده. ربنا عايز يدخلنا في هذه الخبرة الروحية اللي نعيش فيها وإحنا واثقين ومطمئنين، لا نجادل ولا نناقش ولا نشك، لا نجادل ولا نناقش ولا نشك. طوبى لمن آمن دون أن يرى، طوبى لمن آمن دون أن يرى. في مرة من المرات قصة معروفة كنا بنحكيها للعيال الصغيرين في مدرسة أحد، لكن قصة لطيفة. بيقول إن مرة حصل جد والأمطار ما بقتش تسقط وما فيش هتحصل مجاعة وما فيش نهر وخلاص، فقرروا أنهم يعملوا صلاة في الكنيسة، والأب والأم خدوا ابنهم وراحوا الكنيسة يصلوا عشان ربنا ينزل المطر. وبعدين هم ماشيين ابنهم الصغير العيل قال له يا بابا ما جبتش معاك شمسية ليه؟ قال له شمسية يا ابني؟ قال له احنا مش هنصلي علشان المطر ينزل. قال له اه، وكنتش واخد بالي. ومن اجل ايمان هذا الطفل نزل المطر.
هو شاعر ما دام رايح الكنيسة يبقى المطر هينزل، ما ياخدش مياه شمسية ليه؟ في مرة واحد قال على الإيمان والتسليم، ده كلمة جميلة جدا، قال لم يحدث إن البحر انشق لما ضربه موسى بعصاه، إنما لما رفع أول واحد رجله راح حاططه في الماء. يعني موسى راح ضارب واحد راح حاطط رجله، إن بحطت رجله في الماء انشقت الماء قصاده. قصة في الإيمان يعني، لأنه أشاع قدام حياة تسليم فلا. أولاد الله ما كانوش يتناقشوا ولا يجادلوا ولا يناجهوا. ربنا يقول له هلم ورائي فأجعلكم صياد الناس، يقول لك فترك الشباك وترك السفينة وترك الأهل ومش وراه. طب السفينة دي تركها على فين؟ هتروح فين؟ أنا مالي، أنا ماشي بس حياة تسليم. أو متى كان في مكان الجباية، المسيح قال له اتبعني، بيقول فترك مكان الجباية وتبعه. دي مسؤوليات مالية يا حبيبي، ده لازم فيها تسليم وتسلم وإخلاء طرف، وشغلانة طويلة، دي أمور مالية خطيرة خطيرة. طفل التعيب المسيح قال له اتبعني ونمشي وراه، ودعا الموتى يدفنون موتاه. احنا عايزين نمشي في حياة التسليم. لما الواحد ماسك في مخه ده هيتعب كتير. سلم نفسك لربنا، ده ربنا ده عجيب في أعمالك. الناس اللي دعاني ان تترك مكان الجباية هو اللي هيدبر التسليم والتسلم، واللي دعاني ان انا اصيد الناس هو اللي هياخد باله من الشبكة ويصيد. احنا مالنا بالحاجات دي، نحن تركنا كل شيء وتبعناه. لما واحد من القديسين شرح الآية بتاع تركنا كل شيء وتبعناه، هل أول حاجة تركوها إرادتهم؟ أول حاجة تركوها إيه؟ إرادتهم. أنا يا رب سهرت الليل كله ولم أسقط شيئا، لكن أنا في حياة التسليم على اسمك ألقي الشبكة، وأنا واثق إن الشبكة هتتملي. تتملي إزاي؟ إله السمك هيقول له خش هنا خش هنا خش هنا لغايه لما يملى الشبكه. طب نفكر ليه؟ وانا هعمل طعم؟ ابدا. يا ريت باستمرار نحيا حياه التسليم ونعيش في هذا الحب الكبير، في هذه الثقه الكبيره بإلهنا الذي يقود خطواتنا في طريق محبته وفي موكب نصرته الذي له المجد الدائم إلى الأبد. آمين.